الحصول على كوب لبن نظيف من المبادرات اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتهدف لتطوير الإنتاج بقطاع الألبان والثروة الحيوانية، وده كمان فضلا عن تقديم غذاء آمن بيضمن سلامة المواطنين من خلال دعم مراكز تجميع الألبان. الدعم ده اللي بيضمن للمواطن المصري كوب لبن نظيف خالي من الأمراض والملوثات، ومتوافق أيضا مع كل المواصفات القياسية العالمية، ويساعد أيضا في رفع مستوى جودة مستوى الألبان لمنافسة مثيلاتها في الأسواق العالمية. فصباح الخير يا مصر، قمنا بجولة داخل أحد تلك المراكز كنموذج من المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان. مسؤوليتي اللي هي تطوير مراكز تجميع الألبان. مراكز تجميع الألبان قبل مبادرة فخامة الريس كانت بتتم بشكل عشوائي، ما فيهاش أي نظم، ما فيهاش أي معايير، ما فيهاش أي مراعاة لصحة المواطن. بعد مبادرة فخامة الريس ادانا توجيهات بتطوير مراكز تجميع الألبان، ومش بس تطوير مراكز تجميع الألبان، وادانا تمويل للعملاء اللي هم عايزين يطوروا وما عندهمش مقدرة مالية ان احنا نديهم قروض، واصدر تعليماته للبنك المركزي، ومتعاون معانا بنكين معينين اللي هم البنك الزراعي والبنك الاهلي، ان هو يدي القرض 5% متناقص على اساس ان احنا نساعد في عملية التطوير. طيب التطوير بيشمل ايه؟ التطوير بيشمل المبنى والمعدات والافراد. يعني أنا على مثال المركز اللي احنا واقفين فيه ده، مركز ألبان الخير بكفر الزيات، وده أحدث مركز احنا طورناه لحد الآن. صممنا احنا المركز، ما كانش بالشكل اللي حضرتك شايفه ده دلوقتي خالص، وعملنا قائمة بالمعدات. طبعا بعد جبنا المعدات واحنا عملنا التصميم بتاع المركز، عملنا تجهيز ورفع كفاءة الأفراد. بنديهم دورات في التوعية على إزاي اللبن، وإزاي يتعامل مع اللبن، وإزاي يتعامل مع المزارع، وكل ما يتعلق بسلامة المواطن حسب المخرج من هذا المركز اللي هي كوب لبن آمن. نتيجة إن إحنا طورنا المكان وطورنا المعدات وطورنا الأفراد، حصل هذا المركز على شهادتين جودة اللي هي شهادة الهصب وشهادة ايزو 22000. مين اللي دفع؟ بتعليمات فخامة الرئيس ان احنا مراكز تجميع الألبان الدولة تتحمل كاملة كافة التكاليف بتاعة شهادات الجودة. التكاليف تقترب من 50000 جنيه للشهادتين، 50000 جنيه، وده دعم من فخامة الرئيس. وبالمناسبة يعني أنا عايز أنوه على شيء، إن التوجه دلوقتي إن إحنا نعمل الوحدات المتكاملة. يعني أنا لما يبقى عندي مركز تجميع ألبان مطور ومعد إعداد جيد وحصل على الشهادة، إحنا بنشجعه إن ياخد برضو قرض تاني ويلحق بيه مصنع لمنتجات الألبان على أساس نضمن سلسلة التسويق، لأن هي النقطة الضعيفة في مراكز تجميع الألبان. ده إحنا كده طورناها، وإحنا بنوفر كده كوب لبن آمن للمواطن، مش للمواطن المصري فقط، بل لأي مواطن على مستوى العالم إحنا هنتم تصدير منتجاتنا لها. إحنا بنستلم الألبان هنا الساعة 7 صباحاً، بيتم أخذ عينة من اللبن المورد للمركز، وبيتم فحوصاته للمعمل، إذا كان مطابق للمواصفات بيتم استقباله عبر وحدة الاستقبال، وإذا كان اللبن مش مطابق للمواصفات بيتم رفضه، وبيتم إخبار العميل بأن هو كان سبب الرفض إيه الموجود في الرفض، وبنتم مساعدته وبنساعده وبنقف جنبه لحد ما يبقى اللبن على أكمل وجه ومطابق
تتطابق للمواصفات القياسيه. احنا طبعا بيتم استلام الالبان بعد ما يخش الفحوصات وبيبقى مطابق للمواصفات، بيبقى اختباره من الفات والبروتين والمضاد الحيوي والعد البكتيري، لان اللبن مطابق للمواصفات بنستقبله في وحده الاستقبال. بعد كده بيخش عمليه الفلاتر، بعد كده بعد الفلاتر بيخش على طول على المبادل الحراري. المبادل الحراري ده يعني بينزل درجه الحراره يمكن لاربعه او خمسه درجه مئويه، ثم بعد كده المبادل الحراري برضو من العمليات الايجابيه بتاعته ان هو بيوقف العد البكتيري. بعد كده بيخش على التنكات الالبان لحد ما يوصل لثلاثه او ثلاثه ونص درجه مئويه، وبعد كده بيتم توريده لكبار الشركات. استلم اللبن بشوف طعمه وشكله ولونه، ولقيته مطابق للمواصفات بدخله المعمل، وهم في المعمل بياكدوا اذا كان يخش او ما يخش. بعد ما اعمل ما يشوف العينه بره رصيف الاستلام مطابقه للمواصفات اللون والطعم والريحه، بيديني العينه بعمل الاول اختبار مضاد حيوي وبعد كده سموم فطريه، اذا كان دول مقبولين بدخل بقى على التحليل الثالث اللي هو المكونات، ده بيحدد الفات والبروتين والكثافه ونسبة المية في اللبن اللي احنا بناخده. لو في سموم فطرية او في مضاد حيوي ده اول حاجة بنرفضها قبل ما ندخل على المكونات.